مذيع يخدع نانسي عجرة مباشرة على الهواء، أجبرها على الرقص وفاجأته بردة فعلها. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم يعود لعام 2001 للفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال مشاركتها في أحد برامج الكاميرا الخفية الذي كان يعرض على تلفزيون دبي. قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقت. وظهرت نانسي عجرم في الفيديو وهي في عمر 18 عاما في بداية مسيرتها الفنية، حيث كانت برفقة الفنان السعودي عبد الله عامر الذي طرح عليها مشروعا غنائيا جديدا وهو عبارة عن أوبريت اسمه أنغام شعبية، حيث رحبت نانسي عجرم بالفكرة وراحت تتفاعل مع الفنان عبد الله عامر. علشانك ممكن أعيش أسبوع ما باكلش ولا أشرب، علشانك ممكن. وفي سياق المقابلة راح الفنان عبد الله عامر يلقن نانسي عجرم كلمات الأغنية ويعزف على العود لتبدأ هي بالغناء، لكنها كانت تخفق في بعض الأحيان وتعيد وتسأله عن بعض الكلمات التي بدت غير مفهومة. عنك مش لاقي كلام ولا صحي ولا حتى نبات. المقلب استمر حوالي 12 دقيقة، ولم تكن نانسي تعلم أن عبد الله عامر يصور لحظات تمرين صوتها أو عندما رقصت بطريقة خليجية طريفة، ليعلن لها في النهاية أن ثمة كاميرا خفية وأنه برنامج للمقالب وليس عملا غنائيا كما ادعى في البداية. أما ما لفت انتباه المتابعين فكان الهدوء الذي يسيطر على نانسي عجرم، إذ لم تنزعج أو تنفعل من كثرة مقاطعتها أو من الملاحظات التي وجهت لها، حيث كانت تتقبلها بكل رحابة صدر وتحاول التقيد بها لتقديم أفضل ما عندها. أنا مشكلتك الوحيدة. من هنا أعرب المتابعون عن إعجابهم بالشغف الذي كان واضحا على وجه نانسي عجرم في بداية مشوارها الفني، وأشاد بأنها رغم شهرتها الواسعة اليوم إلا أنها تقوم بتمرين صوتها بشكل دائم وتحرص على تقديم الأفضل للجمهور. من بين الكل سارق لي عيني وما في فل. من جهة أخرى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية مقطع فيديو لفتاة تشبه نانسي عجرم بشكل كبير. هيدا أنا معرفة صوتي. وقد ظهرت الفتاة في الفيديو وهي تغني مقطعا من أغنية قهوة نص لنانسي عجرم وترقص بطريقة عفوية. الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن أعجابهم بالفتاة وأشاروا إلى شبهها الكبير بنانسي عجرم، حيث كتبت إحدى المتابعات نسخة من نانسي عجرم أقسم بالله.